بعض الأولاد يحبون اللعب في الخارج، وهناك من يفضلون اللعب في الداخل. البعض يحبون سرد القصص، والبعض يفضلون الاستماع للقصص. هنالك الذين هم أطول من الآخرين، وهناك أولاد هم أقصر من أولاد آخرين في جيلهم. أولئك يأتون إلينا للمركز الطبي ونحن نفحص وضع الهرمونات عندهم في الجسم. ما هو الهرمون؟ الهرمون هو مادة ينتجها الدماغ ويسير إلى الدورة الدموية. هذه المادة تساعد الجسم بأن يكبر ويطول كلما نكبر. كيف تتم عملية فحص وضع الهرمونات في الجسم؟ أولاً، يجب أن تعرف أن الفحص يستغرق 4 ساعات، ويمكن تناول الطعام فقط عند الانتهاء، لذلك تحلوا بالصبر واستريحوا. يوصى شرب الكثير من الماء قبل وفي وقت الفحص. جاهزون؟ فلنبدأ! في البداية ستقيس الممرضة وزنكم. هيا، اصعد، اصعدي. وثم تقيس طولكم. الوقوف منتصب. وفي الأخير ضغط الدم. أعتذر إذا كنت أضغط قليلاً. والآن هيا إلى السرير. مرحبا، اسمي وينفلون، قسطار وريدي طرفي، وأنت ستشعر بكرزة صغيرة. سيبقى القسطار الوريدي بيدكم حتى نهاية الفحص، وعن طريقه سنسحب عينات الدم. الكلونيدين يخفض ضغط الدم. من المهم الإكثار من الشرب، ومن المحتمل بأن تشعروا بالنعاس. والآن يرجى الاستراحة والبقاء في السرير والتحلي بالصبر، وألا تخرج من السرير إلا إلى الحمام وبمرافقة شخص بالغ. نصف ساعة بعد الإبرة بالضبط ستأتي ممرضة وتأخذ عينة أخرى عن طريق الوينفلون، القسطار الوريدي، ثم تستريحون نصف ساعة أخرى وثم عينة أخرى، هكذا عدة مرات. هذا الجزء لا يؤلم أبداً. مرت 4 ساعات، أخذت الممرضة عينة الدم الأخيرة وانتهى الفحص. حان الوقت لأكل وشرب شيء ما، لأنكم تذكرون بأنكم صائمون منذ ليلة أمس. بما أن تأثير دواء الكلونيدين قد يستمر خلال اليوم، ومن المحتمل بأن تشعر بالنعاس، يوصى بالبقاء مع أحد الوالدين أو شخص بالغ حتى يزول التأثير. وهذا هو، انتهينا، أنتم مسرحون. شكراً لأنكم كنتم هادئين. نتمنى لكم نهاراً سعيداً. طاقم العلاج اليومي للأطفال.